الحمد لله الذي أعلم ثمن الوادي والأرض وجعل ظلمة والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم أجل وأجل مسمى عند ربكم أنتم تنظرون والله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن ولو أغلاني الله لا إله إلا هو عيد أمرت وهو رب الناس الأمين آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألت وأخشيت وشدك وشد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ونبيك ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم به رسولنا بسم الله الرحمن الرحيم ألم أسرع لك صدرك وتعمى عنك بصرك الذي أنقذ الظهر ورفعنا لك ذكرك فإن العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أهلا بك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي أمي أصدق الأمين حجة الله ورحمة للعالمين ولي وثني الأمرين وسدي أمان المؤمنين وذريته ولعباده الطاهرين وصل وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين صلاة دائمة إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك رسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما بقضي عظماء كتابك من كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت اللهم إني أسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر لي فيما مضى وتعوضني فيما بقي كفرنا غربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله الذي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر مدى سيدنا محمد اللهم ارحم مدى سيدنا محمد اللهم أبلغ مدى سيدنا محمد اللهم أسر مدى سيدنا محمد اللهم فرج عن أمتي سيدنا أحمد اللهم أنزل مدى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح الإمام والأمة والرعية والراعية
ولبين قلوبهم والفاشى رب عندي عن بعد أرسل الله أمور المسلمين سر مسار المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير فإن ولو أرشي الله لا إله إلا هو لتوغد وهو رب العرش الذي أسر الله ولمن وانكين 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 يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نسير يا وكيل يا الله اللهم إني أسألك نفسي وديني ولي وولدي ومالي وجميع ما أملني علي أعرف الله ديني وأمانتي وهو بما عملي أعوذ بكلمات الهتامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الهتامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الهتامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي أسرع ممن هو نفضل أسأل الله لديننا ولدنيانا أسأل الله لما همنا أسأل الله لما بغى علينا أسأل الله لمن حسدنا أسأل الله لمن قادنا بسوء أسأل الله عند الموت أسأل الله عند المسألة في المبر أسأل الله عند المسألة في الميزان أسأل الله عند الحساب أسأل الله عند الصراط أسأل الله لا إله إلا هو عند المرض وإليه أميت اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب على آله القدري على ذي مجده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام اللهم صلنا ولنا وعندنا وابنانا وذرياتنا ونزلنا في يوم يبعث يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستغفرنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ولو أنه ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم رسول الله وأنت الله توابا رحيما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا لذي 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 بخلقي يا عليم بخلقي يا خبير بخلقي انظر بنا يا لذي يا عليم يا خبير يا لذي فلا يزود بنا بمن يزل انك لذي غلام يزود بنا والمسلمين لا اله الا الله الملك المبين لا اله الا الله الملك الحق 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 المبين
لا إله إلا الله الملك المبين، لا إله إلا الله الملك المبين، محمد رسول الله حسن من الفاتح الأمين صلى الله عليه وآله وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على من سمعت وذكر حبيبا مذكرا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعت وأمدى ومحمد وعلي سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعت وصابرا نبيا ورقيبا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعت غليبا ورحيما وعليما سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعت راكبا كريما عجيبا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعت عدلا جوادا مزملا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعت قاسما مهديا مهديا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعت شكورا وحريصا ومتذبرا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته قائما حميا وعبد الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته شهيدا وبصيرا ومهديا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته باهيا نورا ومقيا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته شاكرا ووليا ونذيرا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته ظاهرا صفيا ونارا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته برهانا صحيحا وشريفا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته مسلما ورحيما سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته مؤمنا عليما ومدنيا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته قيما امورا وهامدا وسيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على من سمعته مصباحا اميرا وناهيا سيدنا محمد رسول الله. وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته وال بيته ورضي الله عن كل صحابته اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الى امر ربنا من المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وازواجه وازواجه وذريته وال بيته رضي الله عنه وعليه السلام. وينفعنا من بركاتهم وكرماتهم ونفاتهم وبعلومهم وذرهم وذرهم بالدينه والدنيا بهم. الفاتحة. إلى عذرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وسبه وبابه ولنزم الصلوات وإلى جار الغيب وسلام دوله وإلى رأسه وسره وبره ورضي الله عنه من سلم. فيفعون من برمته وغرمته ونبته وبعلمه وسراره وذره مثله ودينه في الفاتحة. إلى أمر دين أبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أمر دين سيدنا محمد الله أحمد نشاء وعمد الله بن أحمد الأنبي وإلى أمر دين أبي الأشياء في الغاصر الدلني
وأجعلنا لبي عبد الله بن عوسام الظهير بعلوي وأجعلنا لبي عبد الله بن عوسام الفقيه وأجعلنا لبي عبد الله بن عمر بن يحيى وأجعلنا لبي أخي بن عمر بن أخي بن يحيى بعلوي وأجعلنا لبي عبد الله بن علي بن شهاب وأجعلنا لبي عبد الله بن أبي مطيخة وسيدنا شيخ عبد الله بن أمان زوجان وسيدنا شيخ عبد الله بن سعيد بن زمر الأكرمي وسيدنا شيخ عبد الله يقي وسيدنا شيخ عبد الله بعمر وسيدنا شيخ أحمد رحمة الله صيبي أمبر وسيدنا شيخ عزيز بن أمان صيبي زلاد سنتيو وسيدنا شيخ إبراهيم بن أمان صيبي زبان وسيدنا شيخ شريف زيد الله صيبي زبان زبي وسيدنا سيم إبراهيم صاحب الكرسي وسيدنا سيم عبد اليقين صاحب الكرسي وسيدنا سيد جعفر صادق من أمان صاحب القدس وسيدنا سيد عمر سعيد بن عثمان صاحب جبل موريا وسيدنا سيد عبد الرحمن شهيد صاحب خليج دمام وسيدنا سيد سلطان عبد الفتاح دمام وسيدنا سيد محمد علي الدين سلطان المنام بن عبد الفتاح دمام وسيدنا سيد الكافي عبد الكافي أصحابي جمال جدي وسيدنا علي زين العابدين زرقتي أدمان وسيدنا شيخ أحمد بن أحمد شاهين بن محمد وسيدنا شيخ حسن الدين البندري وصلهم وغرويهم رضي الله عنه والسلام ينفعنا من بركاتهم وكرامتهم ونباتهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى رضى النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم وإلى رضى سيدنا سيد الإمام علي بن محمد ولا تبيلة وإلى أمر سيدنا سيد عبد الرحمن الشقاق بن محمد ولا تبيلة وسيدنا سيد الإمام علي على نبينا الإمام علي بن محمد ولا تبيلة وسيدنا سيد الإمام المهدي الأهل بما سمي الأمر والبعيد الحيطم علي الأناس وسيدنا سيد القدي الغزى الإمام الشريع الدنيا بن عمام سلم الأمري الورعي الإمام علي الأناس وسيدنا سيد الإمام أحمد بن عمام الشريع الدنيا وسيدنا سيد القدي الغزي والإمام شيع بن عمام أحمد بن يحيى وسيدنا سيد الإمام محمد بن إمام شيخ بن إمام محمد بن إمام يحيى وسيدنا سيد الإمام طه بن إمام محمد بن إمام شيخ وسيدنا سيد الإمام محمد القدير بن إمام طه وسيدنا سيد القدير الأطهر والغزى المقر والإمام طه بن إمام محمد القاضي وسيدنا سيد القدير الغزي الإمام حسن بن إمام طه وسيدنا سيد القدي الأخرى بن رضاها بن مازن بن مهن بن يحيى بعلوي وصلهم وغرهم رضي الله عنه السلف وينفعون من بركاتهم وبركاته ونواته وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدين الآخرة الفاتحة. وإلى عبد النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى عبد الله جميع المحجين بأهل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وذريدي الوزن حسن وسابي وسدي وعلى جميع الأولياء والعلماء الصالحين ولمن أحسن إليك وصله وبره رضي الله عنه وسلم وينفعنا من بركتهم وبركتهم ونواتهم يعلم من أسرارهم وأنوارهم في الدين والدين الآخرة الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا سيدنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن سيدنا نذير النسان أرجل شهد ربنا تلتمين في سريع البحر بارندقان بارندقان تروس يسر بسبع مكتب السريع بارندقان تروس يسر بجز بانغر وسامي جيبات جيبات سجلس بانغر يسر جنس باقي أجياء تريبا سر وزمس بجوغا بندوغا بامار طلعي بامار طنقورا مديس ونمس بانغر وسوكي مابس من نقر وسان تردك ما يوناتي بسر مولانك سعني بسلاما كنتي وعشروني سبي بارم بانغر سرس نتن جنبا فدري سبي بارم سعمي من محمد اليوتي بيمزل بانغر
safi suki pari. Allahumma upat upat kisah nyandang kisah